استراتيجية إماطة الأذى عن الطريق. الاستراتيجية هي تذكر معلوماتك، درس إماطة الأذى عن الطريق. قرب من السبورة. كلمة الملعب بها ال كلمة النظافة بها ال اللي صوتك بماذا تنتهي؟ استنى كده. بماذا تنتهي كلمة سأزيله؟ ها النظافة بها ال الله. ما نوع المد في كلمة سيرهما؟ يا ولا ألف؟ ألف. يا ألف ويا؟ يا ألف. طب لماذا ليس بها مد بالياء؟ لأن الياء عليها حركة. يا عليها حركة والياء عليها حركة، ما ينفع، يبقى مد إيه؟ ألف. مد ألف فقط. ثامرا بها تنوين فتح. ما نوع كلمة ثامر؟ اسم أم فعل؟ ثامر اسم. ماشي يا فارس، أشكرك يا فارس. ما نوع المد في كلمة قدوم؟ الحرف المضاعف في كلمة الطريق الطاء. مثنى كلمة عامل، مثناها أو عاملان. كنت رائعا أيها البطل، شكرا. تعال يا إبراهيم السبت. كلمة الملعب، كلمة الملعب بها ال النظافة بها ال بماذا تنتهي كلمة سأزيله؟ نعم اقترب من السبورة. النظافة بها ال. طيب هنغير كلمة النظافة هذه ونخليها الطريق. الطريق لأن تكررت هذه، صح؟ طيب قلت لي لام إيه؟ ما نوع المد في كلمة سيرهما؟ ألف. ثامرا بها تنوين. أرجوك يا عم أحمد ألا تحدث ضوضاء. ما نوع كلمة سامر؟ اسم أم فعل؟ اسم. ما نوع المد في كلمة قدوم؟ خزيم وفارس. ما نوع المد؟ الحرف المضاعف في كلمة الطريق هو؟ اللي بقوله مرتين يعني المشدد. الطاء. مثنى كلمة عامل. عاملان أو عاملين. شكرا لك يا إبراهيم.